فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. بناء على توصية العلماء المختصين في اللقاء الطبي الدولي بالرياض، فإن على من يشتبه إصابته بالمرض أن يقوم بما يلي: تناول الأدوية الخافضة للحرارة والمسكنات وفق إرشادات الطبيب، الإكثار من تناول السوائل، أخذ قسط كاف من الراحة، تناول الغذاء الصحي الغني بالخضار والفواكه، ولمنع انتقال العدوى للغير استعمل منديلا عند العطس أو السعال، وتخلص منه بطريقة آمنة وفي سلة المهملات، اغسل يداك بصفة دورية، لا تشارك الآخرين في أدواتهم الشخصية، وقلل قدر الإمكان من الاختلاط المباشر مع الآخرين مع استخدام الكمامات عند مخالطتهم. ويجب زيارة المنشأة الصحية مباشرة في حال اشتداد أعراض المرض. المصابين بالأمراض المزمنة، خاصة أمراض الكلى، المصابين بالأمراض التي تؤثر على جهاز المناعة، كبار السن، إذا كنت من العاملين الصحيين أو من المخالطين للإبل، إن كان لديك أي استفسار فنحن في خدمتك. وزارة الصحة.